في الكأس بكرة تحولت إلى دي ماريا. دي ماريا يتقدم يقود هجوم جول ثالث للريال. اللاعب اللي كانت النوايا كبيرة وحاضرة الآن ما ابتسم مورينيو لكن مبسوط. اللقطة وصناعة الهدف شوف من وين أتت، من وين أتت؟ من تشافي ألونزو في طلب كرة ولاحظ هو لفها، لف الكرة لفت وصلت واثنين من المدافعين من مدافعي ريال مورسيا يتابعون ويشاهدون اللقطة والكرة اللاف اللي وصلت إلى كريستيانو رونالدو. هنا يأتي الهدف الثالث لمصلحة ريال مدريد، وبالتالي يعني الفريق على المستوى الجماعي، على المستوى الفردي، على مستوى الانضباط.